بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا في موقع تويتر بصحبه برنامج ذا كوب، البرنامج المتخصص في تصفح تويتر او استخدام تويتر للمكفوفين. موقع تويتر طبعا زي ما احنا كنا الفتره اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت، يعني من احد اهم مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج ذا كوب بيسهل علينا كمكفوفين استخدام الموقع ده. اتكلمنا المره اللي فاتت في زين سطوة البرنامج وزين نربطه باكونت التويتر وزين نربطه بموقع تويتر. اخذنا بعض الاختصارات العامه الخاصه باداء بعض الوظائف داخل موقع تويتر. برضو اتكلمنا عن موقع تويتر، فكره عن موقع تويتر، ازاي نبني علاقات اجتماعيه على موقع تويتر. يعني عملنا كده خطوط عريضه لمحاضره النهارده. محاضره غنيه جدا ومهمه جدا، انا طبعا بسجلها اهو. النهارده هنكمل في باقي اختصارات البرنامج، يعني هنتكلم عن اختصارات مهمه جدا في برنامج ذا كوب. طبعا هو ملوش وجهه تطبيق ثابته، ملوش قوائم، يعني كله بيعتمد على اختصارات. هنتكلم في الوظيفه واختصارها، والوظيفه دي بتعمل ايه او الغلط منها ايه. اول اختصار معنا النهارده، عشان تتعرف على الاصدار الحالي من البرنامج هتعمل كنترول ويندوز اتش، كنترول ويندوز بحرف الاتش، هيقول لك الاصدار الحالي اللي انت بتستخدمه من ذا كوب. طيب عشان تتعرف على العنصر اللي انت واقف عليه دلوقتي، تقدر مثلا واقف على تويته معينه عايز تسمعها، تعمل كنترول ويندوز سبيس، كنترول ويندوز سبيس. تعرف على السيشنز النشطه، يعني اي سيشن نشط، سيشن بتاع تويتر او اي سيشن تاني، اي قسم تاني داخل البرنامج، هتعمل كنترول ويندوز شيفت سبيس. التعرف على الجيو لوكيشن او الجيوغرافيك لوكيشن، الموقع الجغرافي، هتعمل كنترول ويندوز جي. موضوع الجيوغرافيك لوكيشن او الموقع الجغرافي، قلنا ان تويتر بيمكنك ان انت تحدد موقعك، ان تويتر تكون مصحوبة بموقع حضرتك، موقع حضرتك الجغرافي. فالتويتر اللي هتوصل للفولورز بتوع حضرتك او متتبعين بتوع حضرتك، وهيعرفوا من خلالها موقعك الجغرافي فين، انت بتكتب تويتر دي وانت فين بالظبط. طيب للتعرف على طبيعة علاقتك بصاحب الرسالة، يعني انت فولور ليه ولا هو فولور ليك، ولا العلاقة تبادلية، تمام، هتعمل كنترول ويندوز الت وابوستروف، كنترول ويندوز الت ابوستروف اللي هي حرف الطاء. طيب للتعرف على طبيعة علاقة بين اي اتنين مستخدمين، من شخصين معينين مثلا بيرسلوا بعض على المنشن او كذا او كذا، هتزود الشيفت، هتعمل كنترول ويندوز الت شيفت ابوستروف. طيب حالة النطق، برنامج تويتر بيتيح لك يعني ان انت تستخدمه مصحوب بآلة نطق من غير برنامج ناطق، يعني آلة نطق، لو عندك آلة نطق على الجهاز تعرفها على البرنامج وهينطق لوحده. ان شاء الله هناخد الموضوع ده. عايز تتعرف على حالة النطق في البرنامج شغالة ولا واقفة، ويندوز الت اس، اختصار سبيتش، ويندوز الت اس. طيب لو عايز تظهر الاشخاص اللي انت عملت لهم بلوك، اللي انت حضرتهم على موقع تويتر، كنترول ويندوز باك سلاش، كنترول ويندوز باك سلاش بيعرفك على وحدة التخزين الخاصة بالأشخاص المحظورين. يا رب الناس اللي يكون عندها مشاكل في الصوت كده سمعتنا كويس إن شاء الله. يبقى عشان أوصل لقائمة الأشخاص المحظورين اللي أنا عملت لهم بلوك على تويتر، كنترول ويندوز باك سلاش. تمام. طيب
الرسائل اللي انت عملت لها فيفوريت، او الرسائل اللي انت حطيتها في قائمة الرسائل المفضلة عندك، التويتات المفضلة يعني، توصل لها ازاي؟ كنترول ويندوز الت اف، كنترول ويندوز الت اف هتوصلك لليستة التويتات اللي انت عملت لها فيفوريتس، اللي انت قلت ان دي تويتة مفضلة بالنسبة لك. طيب لو عايز توصل لقائمة فيفوريتس او الفيفوريت تويتس بتاعت حد معين، هتزود الشيفت، يبقى كنترول ويندوز الت شيفت اف. طيب الاشخاص اللي عاملين لك فولو، احنا قلناها قبل كده، الناس اللي عاملين لك فولو، كنترول ويندوز ليفت براكت اللي هي حرف الجيم. طيب وحدة التخزين الخاصة بالأشخاص اللي بيتبعوا شخص معين، يعني مثلا انت عايز تدخل على الفولورز مش بتوعك بقى، بتوع حد تاني، هتزود الشيفت، يبقى ويندوز كنترول شيفت جيم او ليفت براكت. طيب عشان تفتح لستة الفولور، لستة الفريندز بتاعتك، الأشخاص اللي انت عامل لهم، اللي عامل لهم فولو، الفولوينج بتوعك يعني، ويندوز كنترول دال او رايت براكت. وحدة التخزين الخاصة بالفريندز بتوع شخص معين، بنزود الشيفت، ويندوز كنترول شيفت دال. طيب عشان تروح لقائمة إعدادات برنامج التويتر، في قائمة معينة بتضبط منها إعدادات برنامج التويتر عشان يشتغل معاك بإعدادات معينة يعني، هتعمل كنترول ويندوز شيفت او، كنترول ويندوز شيفت او بيدخلك على قائمة السيتنجز بتاعت البرنامج، وإن شاء الله هناخدها المحاضرة الجاية إن شاء الله. عشان تروح لأحدث عناصر البفر اللي انت فيه، لو كنت مثلا في الهوم او في المنشنز او في السند او في الدايركت مسج او في اي بفر انت موجود فيه دلوقتي، عشان تروح لاحدث عنصر موجود في احدث تويتر او احدث عنصر موجود عموما يعني، كنترول ويندوز هوم، كنترول ويندوز هوم. طيب اقدم العناصر بقى العكس، كنترول ويندوز اند. طيب في حاجه في تويتر اسمها المواضيع الاكثر شيوعا، عشان تشوف ايه الناس بتتكلم عنه كتير دلوقتي، طبعا دي هتكون تويتات انجليزية اجنبية. عشان تفتح الصفحة دي من خلال البرنامج ده، هتعمل كنترول ويندوز تي، كنترول ويندوز تي، هتروح للتريندينج اللي هي الحاجات الموصى بها يعني. عشان تحذف جميع التويتات اللي موجودة في بفر معين، عايز مثلا تحذف كل التويتات المنشن مثلا اللي جات لك، هتقف على المنشن وتعمل كنترول ويندوز شيفت ديليت، كنترول ويندوز شيفت ديليت. طب عايز تحذف العنصر اللي انت واقف عليه بس، كنترول ويندوز ديليت. عايز تحذف بفر كامل اللي هم تحذفه كله بالإضافة إلى البيانات اللي جواه، هتعمل Alt Windows Delete، Alt Windows Delete ده هيحذف البفر نفسه باللي جواه. طيب عشان تحذف السيشن، هتعمل Control ويندوز الت ديليت. عشان تحذف رساله من قائمه الرسائل للفيفوريتس او التويته يعني من الفيفوريتس، هتعمل كنترول، هتعمل اسف، ويندوز الت شيفت اف، ويندوز الت شيفت. يعني عشان تشوف الرسائل اللي في الفيفوريتس، هتعمل ويندوز الت اف عشان تشوف او عشان تحذف الرسالة، تقف عليها وتعمل ويندوز الت شيفت اف، هتزود الشيفت. عشان تعمل ميوت لبفر معين للهوم مثلا،
او المنشن او الدايركت مسج اي هوم عايز تعمل ميوت للصوت بتاعه، مش صوت الناطق، الصوت المصاحب. ما هو في صوت كده اليرت موسيقي خفيف بيبقى موجود في اي بفر، عشان تحذفه عشان تكتمه تعمل له ميوت، كنترول ويندوز الت ام، كنترول ويندوز الت ام. عشان تعمل ميوت للبرنامج ككل كنترول ويندوز الت شيفت ام، كنترول ويندوز شيفت ام، كنترول ويندوز شيفت ام. طيب السيشن اللي انت فيه بس تعمل كنترول ويندوز ام، كنترول ويندوز ام عشان تعمل ميوت للسيشن اللي انت فيه بس التويتر بس. ما احنا اتفقنا ان البرنامج ده بيدعم اكتر من خدمه مش بس تويتر. في حاجه في التويتر اسمها الكيبورد هيلب اون، لو انت عملت الاختصار بيقول لك، يعني لو انت عملت اختصار بيقول لك انت الاختصار ده بيعمل ايه، بيقول لك زي الهيلب اون، الكيبورد هيلب بتاعت الام بي اي والجوز وكده، دي بتشغلها ازاي وتقفلها ازاي. كنترول ويندوز شيفت كي، مره يشغلها ومره يقفلها، كنترول ويندوز شيفت كي يشغل الكيبورد هيلب ويقفلها. عشان تعمل فولو لحد، عشان تعمل فولو لحد هتعمل ايه، كنترول ويندوز ال، كنترول ويندوز ال، واما تعمل بيست للاكونت اللي انت عايز تعمله فولو وتعمل انتر، او تكتب اسم الشخص اللي انت عايز تعمله فولو وتعمل انتر. طيب عايز تحط رساله في الفيفوريتس الت ويندوز اف، الت ويندوز اف. عايز تعمل قائمه جديده من اصدقائك هتعمل الت ويندوز ال. عايز تعمل نيو سيشن وعاء جديد خالص غير التويتر اللي انت فيه، كنترول ويندوز شيفت ان نيو. عايز تكتب تويتر جديده طبعا كنترول شيفت، كنترول ويندوز ان زي ما خدناها المره اللي فاتت، كنترول ويندوز ان هيفتح لك ديالوج تكتب من خلاله تويتر جديده. عشان تتحكم في موضوع الريتويت، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الريتويت وقلنا ايه هو، اللي هو كنترول ويندوز شيفت ار تقدر تعمل ريتويت. تمام. طيب عشان تعمل بافر خاص بالريتويت، يعني بافر خاص بالرسائل بالريتويت بس، تمام، يبقى موجود الريتويت سواء الريتويت اللي انت عملتها او اللي اصدقائك عملوها، هتعمل كنترول ويندوز الت ار، كنترول ويندوز الت ار. طيب عايز تعمل وحده او تعمل بافر بقى، تعمل بافر خاص بالشبكات الاجتماعيه بس، يعني مثلا عايز تعمل بافر يضم الفولورز بتوعك بس، او يجي لك منه التويتات بتاعه الفولورز بتوعك بس، او الفريندز بتوعك بس، او الناس اللي انت عامل لهم فولو وهم عامل لك فولو، هتعمل كنترول ويندوز الت رايت براكت، كنترول ويندوز الت رايت براكت اللي هو حرف الدال. عشان تروح لبفر تاني، يعني لو انت مثلا في الهوم وعايز تروح للمنشنز او الدايركت مسجز، هتعمل كنترول ويندوز سهم يمين، كنترول ويندوز سهم يمين. عشان تجيب التويت الاحدث او العنصر الاحدث في البفر اللي انت فيه، كنترول ويندوز وسهم فوق. عشان تروح تتحرك من السيشن بتاع تويتر لسيشن تاني، لو انت عندك اكتر من سيشن، يعني كنترول ويندوز شيفت سهم يمين. طبعا لو عايز ترجع بتعمل كنترول ويندوز شيفت سهم شمال. عشان تتحرك حركة اسرع على التويتات اللي انت عليها دلوقتي، كنترول ويندوز بيج اب، كنترول ويندوز بيج اب بيحركك، بينططك كده اكتر من تويتر، مثلا 5 تويتات او 10 تويتات، وان شاء الله هناخدها في القوائم لما نتكلم عن قوائم البرنامج، هناخد الحاجات دي.
وازاي نتحكم في لما اعمل كنترول ويندوز بيج اب يتحرك كام تويته، ولما اعمل كنترول ويندوز بيج داون كنترول ويندوز بيج داون يرجع لورا كام تويته الاقدم يعني كام تويته. عشان تبحث في تويتر عن موضوع معين بيحتاج لها كتير جدا. انا مثلا عايز ادور على كل التويتات اللي كتبت عن برنامج ام في دي اي، اعمل كنترول ويندوز سلاش اللي هو حرف الظه كنترول ويندوز سلاش، واعمل واكتب اسم واكتب الموضوع، اكتب مثلا ان في دي اي واعمل انتر، هيخلق لي هيكريت لي بفر جديد في احدث 100 تويته اتكتبوا عن ال NVDA او ذكرت فيهم كلمة NVDA. طب لو عايز ابحث عن شخص في تويتر مش عن موضوع، عن مستخدم، يبقى كنترول ويندوز شيفت سلاش، يبقى عن موضوع كنترول ويندوز سلاش وعن شخص كنترول ويندوز شيفت سلاش. عشان اسمي الوعاء اللي انا فيه ده، اسمي مثلا لو عايز انا اسمه تويتر دلوقتي، انا مسميه تويتر السيشن اللي انا فيه، لو عايز اعيد اسمه اوصف السيشن اللي انا فيه دلوقتي اللي هو تويتر عشان اغير اسمه كنترول ويندوز اف 2. عشان اعمل ريتويت هعمل كنترول ويندوز شيفت ار، وهيسالني اذا انت كنت عايز تضيف كومنت للتويتر ولا لا، لو يس لو لا هتعمل نو، لو عملت نو هيبعت تويتر كريتويت بدون ما تضيف لها تعليق. طيب ان شاء الله المرة الجاية هناخد انه موقع تويتر من خلال البرنامج ده. البرنامج ده وظيفته انه بيدخل، هو وسيط كلاينت بيدخل يجيب لك كل البيانات من على صفحتك على موقع تويتر. طيب البفر اللي انت فيه مثلا الهوم اللي هو صفحتك الشخصية التايم لاين بتاعك، البرنامج بشكل افتراضي بيدخل كل 3 دقايق ويجيب لك اخر التحديثات اللي على صفحتك، اخر التويتات بيجيبها لك وبيحطها لك في بفر هوم. طب انت لو عايز يدخل دلوقتي ما يستناش 3 دقايق او ما يستناش وقت، عايز يعمل ابديت للداتا دلوقتي، تعمل كنترول ويندوز يو، كنترول ويندوز يو. عشان بقى تعدل على ملفك الشخصي في برنامج تويتر، في برنامج ذا كوب يعني موقع تويتر، هتعمل كنترول ويندوز شيفت بي، كنترول ويندوز شيفت بي. عشان تشوف التويتر الحاليه عشان يحطها لك في دايلوج يعني يفتح لك اديت في التويتر دي تقدر تتعامل معاها تنسخها او اي حاجه، هتعمل كنترول ويندوز في، كنترول ويندوز في هيفتح لك اديت جواه تكست بالتويت المكتوبة قدامك. لو عايز تدخل على صفحة حد بقى، عايز تشوف التويتات اللي حد معين كتبها بس، كأنك دخلت على صفحة واحد في فيسبوك مثلا، هتقف على اي تويتة كتبها وتعمل كنترول ويندوز اي، هيفتح لك حاجة اسمها individual timeline او صفحة خاصة يعني، هتعمل انتر هيفتح لك بفر خاص بالصفحة اللي انت دخلت عليها، صفحة الشخص اللي انت دخلت عليها. لو عايز تحرك الهوم تجيبه قبل المنشن مثلا او تخليه قبل الدايركت مسجز، تحرك بفر تخليه قبل بفر تاني او بعد بفر تاني، هتقف على البفر ده وتعمل كنترول ويندوز الت سهم يمين او سهم شمال على حسب ما انت عايز. عايز تقلل الصوت، عايز تقلل صوت برنامج ذا كوب، هتعمل كنترول ويندوز الت سهم تحت، كنترول ويندوز الت سهم تحت. عايز ترفعه بنسبه 10% كنترول ويندوز الت سهم فوق. لو عايز تدخل على الديالوج اللي بيجيب لك البروبرتيز او الخصائص بتاعت وحده التخزين بتاعت الهوم مثلا، بتعمل وين كنترول ويندوز الت او. ان شاء الله ناخدها المره الجايه بالتفصيل الحاجات دي، انا بس بنعرف اختصار كل حاجه. الحضره دي يعني ان احنا نخصصها للاختصار. وبعدين المحاضره الجايه ان شاء الله ندخل في القوائم.
يبقى كنترول ويندوز الت او هو الاختصار اللي بيفتح لك القائمة اللي بتعدل فيها على خصائص وحدة التخزين. عايز تعدل في اي اختصار من الاختصارات دي هتعمل كنترول ويندوز كي. كنترول ويندوز كي هيعدل لك في اختصارات البرنامج على حسب الاختصار انت هتكتبه الجديد. يعني عايز تعمل اكسبورت او تصدر البفر كله في مكان تاني هتعمل كنترول ويندوز اي اكسبورت. تعمل فولو لحد كنترول ويندوز ال. عايز تقسم القوائم بتاعتك على حسب علاقتها الناس الفولورز لوحدهم والفريندز لوحدهم وكده كنترول ويندوز الت ليفت براكت. كنترول ويندوز الت ليفت براكت. عايز تحفظ كل سيشن كله بتاع تويتر على الهارد بتاعك هتعمل كنترول ويندوز الت شيفت اس. كنترول ويندوز الت شيفت اس. كنترول ويندوز الت شيفت اس. معلش خمس مفاتيح عشان تعمل سيف لكل البفر الموجود او كل السيشن بقى الموجود داخل الهارد ديسك بتاعك. لو عايز تضمن التويتات بتاعتك بالجيو لوكيشن انفو معلومات الموقع الجغرافي هتعمل كنترول ويندوز شيفت جي. كنترول ويندوز شيفت جي. عايز تحدد بقى موقعك الجغرافي انت بنفسك على تويتر كنترول ويندوز الت شيفت جي. كنترول ويندوز الت شيفت جي. عشان تستورد قاعدة بيانات لوحدة التخزين عشان تستورد تويتات من بره لوحدة التخزين هتعمل كنترول ويندوز شيفت اي. كنترول ويندوز شيفت اي عشان تعمل امبورت عكس بقى الاكسبورت. لو عايز تعرف معلومات التويتة اللي انت واقف عليها الحساب يعني اللي بعت التويتة اللي بيتتبعوه كام واللي بيتتبعهم كام وعدد التويتات بتاعته كام هتعمل كنترول ويندوز سيمي كولن. كنترول ويندوز سيمي كولن اللي هي حرف الكاف. عشان تجيب اللينك بتاع التويتر في تكست طبعا احنا قلنا عشان تفتح اللينك لازم تعمل كنترول ويندوز انتر لكن عشان تجيب اللينك في تكست تعمل كنترول ويندوز بي. كنترول ويندوز بي فور بوك. عشان تبعت دايركت مسج لحد كنترول ويندوز دي زي ما قلنا. عشان تعمل ريبلاي للرساله زي ما قلنا تعمل كنترول ويندوز ار. هتقف على رساله انت عايز ترد عليها وكنترول ويندوز ار هيفتح لك اديت تكتب فيه وتعمل انتر. عشان تكتب الصوت هتعمل ويندوز اس. كان في خدمة ترجمة في البرنامج لكن اتلغت دلوقتي كانت بتجيبها بويندوز الت تي دلوقتي اتلغت للأسف يعني كانت بتترجم التويتات منه إلى أي لغة. عشان تعمل كوبي لتويتة معينة في الكليب بورد بتاعتك تعمل كنترول ويندوز شيفت سي. كنترول ويندوز شيفت سي بس هي في اللغة العربية للأسف مش شغالة. في اللغة العربية مش شغالة سيء جدا النسخ في اللغة العربية داخل البرنامج ده كوب. عشان تعمل اندو لاخر عمليه عملتها في تويتر سواء عمليه بحث او تعديل او كذا بس كنترول ويندوز زد. عشان تدخل في قائمه الانفولو كنترول ويندوز شيفت ال. مشيت تاب مره واحده هيبقى قدامك انفولو تحتها بلوك تحتها ريبورت سبام واحنا شرحناهم المره اللي فاتت كل واحده بتعمل ايه. عشان تقفل البرنامج تعمل كنترول ويندوز اف 4. كنترول ويندوز اف 4 في اختصار كمان الت ويندوز كي. الت ويندوز كي
بيلغي المفاتيح الاساسيه في تويتر اللي هو ويندوز كنترول. يعني مثلا انت بتتصفح التويتات بايه؟ كنترول ويندوز سهم فوق. لو عملت الت ويندوز كي هتعمل سهم فوق بس من غير ويندوز كنترول، هيحركك عادي على التويتات. عايز تقفل النمط ده وترجع النمط تويتر الاساسي او الافتراضي، هتعمل نفس الاختصار الت ويندوز كي. انا يعني خلصت الاختصارات وهفتح القناة لو في اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار اتفضلوا.